السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. رمضان مبارك. الله يعاود علينا ربي الصحة ولهنا كامل. اللهم إن شاء الله. أستاذ، أنا عندي سؤال على زكاة الفطر بالضبط. أنا أرملة، عندي ثلاثة دراري. زوجي عنده 13 سنة اللي مات هكذاك. وفي العوام الأولين كنت نصوم مع شيخي، أنا يسمى بداري وحدي يعني، وأنا اللي نخدم على أولادي. وانا اللي نحييهم وانا كامل من رمضان لرمضان نصوم مع شيخي. زكاة الفطر هو اللي كان يخرجها عليا وعلى ولادي. هل هذا جايز ولا لازم عليا نعوض زكوات الفطر اللي جازوا واللي كان شيخي يخرجها في طاسي؟ ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيكم، بارك الله في شيخك. الله يسلمك، تسمعين الجواب انت، بارك الله فيك. قعدي معنا دوك، تسمعي الدكتور بويزير تاعك ان شاء الله. درنا الرقم لمسافه فازيه. نعم، تفضل لك الفضل. 13 ساعه لهيبه، 3 دريا، 3 دريا. نعم، يبارك الكازي مات في السياف، ربي يرحم ربي الميتين. نعم، مراك الملان كمينه يقول تما مدام السيدي اكذ ذو مغارين السفر في اللام ذيني جوزن. مادام انت راكي تصومي مع شيخك، اولا احيي فيك يعني هذا السلوك الراقي. هذا من صفات، هذا من الوفاء، صورة من صور الوفاء، وجه من وجوه الوفاء. بارك الله فيك بنتي، يعطيكم الصحة. مادام في كل رمضان تدي ولادك وتفوتي رمضان مع شيخك، يعني الأولاد يفوتوا رمضان مع جدهم ومع جدتهم ومع العائلة، ربي يبارك فيك إن شاء الله. وهو ربي يجازي خير، مادام هو اللي راه يخرج الزكاة على كل أفراد العائلة اللي راهم في بيت واحد في خلال هذا الشهر الفضيل. إذا ذمتك بريئة، اطمئني تماما. مادام شيخك راه يخرج الزكاة عليك وعلى أولادك، ربي تقبل، وذمتك بريئة، لست مطالبة باش تخرجي زكوات والسلام. يعني اطمئني تماما، وإن شاء الله يبقى هذا الخلق عندك دائما إن شاء الله، وإن شاء الله هذا الخلق يولي متوارث عند غيرك، يعمم إن شاء الله، يعمم، لأنه هذا سلوك طيب. وبارك الله فيك بنتي، إن شاء الله ربي تقبل.